آلاف المواطنين في محافظة إربد والمناطق المحيطة توافدوا إلى حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك. مدير حدائق الملك عبدالله الثاني المهندس يحيى العمري أكد جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين من حيث الكوادر والمرافق والألعاب، فيما يعتبرها المواطنون متنفسا لهم للترويح عن أنفسهم وأطفالهم خاصة خلال أيام العطل. عندنا في حدائق الملك عبد الله كن بعرفينها من اكبر حدائق الشمال ومتنزه لجميع الاطياف من كافه المحافظات والقرى المحيطه فينا. احنا خلال عيد الاضحى المبارك عززنا الكوادر المسائيه والصباحيه عشان نحافظ على اكبر عدد ممكن من الزوار. عدد الزوار اليومي بتوقع خلال فتره عيد الاضحى ساعات الدخول من ساعات الصباح لغايات الاغلاق بتوقع من 25 ل 60 70 الف مواطن. حدائق كثير حلوه، مريحه، نظيفة جدا، رائعة وكبيرة. أهم شيء الأطفال، يعني في أشياء يعني منوعة للأعمال الكبار والصغار، والمكان جدا رائع صراحة.